محمد من مصر معايا، اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. كان في سؤال للشيخ كنت عايز اساله. اتفضل يا فندم. حضرتك يا شيخ، انا والدتي ما بتصلش رحم، ومعاها مشاكل مع والدتها بسبب ان هي متجوزه واحد تاني يعني، وبتكبرني انا واخواتي ان احنا ما نوصلهمش ولا نوصل اخواتهم وكده يعني. بالنسبة لجدتك تقصد يعني؟ بالنسبة لجدتي واخوالي واخوات والدي برضو كان في مشاكل يعني ما بينها، فكانت بتجبرنا يعني، فانا باجي بقول لها ان احنا ما نكلمهمش وكده بحس ان انا ارضيها يعني وكده، وبس انا بقى من وراها برضيها يعني. فاحنا بنحاول نبرها انا واخويا برضو وكده، وهي برضو بتسوء ظن فينا ان احنا ما بنحبهاش وبنحب اخواتها واخواتي وكده، وهي تعبانه يا شيخ، تعبانه مريضة معاها، احنا عايزين نبرها. وكده وتعبانه تعبانه يا شيخ، والله مش عارف يعني، ريحنا يا شيخ احنا نعمل معاها ايه. حاضر، اسمع من الشيخ حالا استاذ محمد، ارجو انك تكون سمعت السؤال. محمد، يعني والدته ما بتصلش رحمها ومقاطعة والدتها لأنها متزوجة من آخر، وبتحض أولادها أنهم ما يصلوش لا جدتهم ولا أخوالهم وحتى أعمامهم، عندها مشاكل معاهم، وبيقول هي مريضة وأنا عايز يعني أنا عايز أبرها ومش عارف أعمل. مين اللي مريضة؟ جدته؟ أمه. لا طبعا أمه ده يبرها تماما في كل ما تطلب ما عدا ما يخالف الشرع، يعني وان جاءك ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، عدم الطاعه في المعصيه، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفه. تصل جدتك واهلها واعمامها بتزعل منه، بتقول مش لازم اعرفها، مش لازم اعرفها، هو انا لازم اعمل اعلان وانا رايح دون ان اعرفها؟ لما تقابلنا وتزعل، معلش مش هنكررها، حاضر احنا اسفين، الكلام اللي هو حمال اوجه، قابلونا واحرجونا وبتاع، خلوها والله ما اصل احنا خايفين من عقابه، سالنا شيخ ولينا هتخشوا جهنم لو ما عملتوش وبرتوا اهلها، نسمع مين؟ انت لسه تشوفينا فين؟ ويحاولوا يعظوها يا اخواننا بالمعامله الحسنه، بالتذكير، لو في حد بتثق فيه من اهل العلم، الا لو كان مرضها هو السبب في كده اللي عامل فيها، خلاص تحملوها ربنا يشفيها، وادعوا لها بالهدايه وادعوا لها بالمغفره، ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع صدرها. أبو عبد